تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون، ويتصدر ملف زيادة امدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا جدول أعمال المحادثات. وتبحث روما عن بدائل للغاز الروسي بعد انقطاع امدادات خط أنابيب نورد ستريم بصورة شبه كاملة منذ سبتمبر الماضي. وتعول إيطاليا على امدادات الغاز من دول شمال أفريقيا لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. مزيد تنضم إلينا من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي. ناهد، يعني هذه الزيارة هي كانت متوقعة بالنسبة لحصول جانب الإيطالي على الغاز، لكن الجانب الجزائري كيف يشاهد هذه الزيارة؟ فوائد أيضا هذا التبادل إذا ما حصل؟ ماجد، بالفعل إذا ما لاحظنا وتيرة الزيارات المتسارعة ما بين الطرفين فإننا نجد أنه في ظرف سنة هنالك ثلاث زيارات لرؤساء حكومة إيطاليا. من قبل كان ماريو دراغي رئيس للحكومة عن اليسار، واليوم الجزائر ستجرب اليمين عن طريق زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية هنا إلى الجزائر. ورأينا أيضا زيارة الرئيس الإيطالي، وبعدها رأينا زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روما. ربما حسب متابعين هي تأتي في ظل الأزمة الجزائرية الإسبانية. بعد هذه الأزمة أصبحت الجزائر تعول على إيطاليا، وإيطاليا تعول على الجزائر من ناحية أن تكون إيطاليا منصة لتوريد الغاز الجزائري نحو أوروبا. لاحظنا أنه ماجد كان هنالك توريد للغاز الطبيعي الجزائري نحو إيطاليا ب 21 مليار متر مكعب، زاد من الارتفاع لهذه السعة إلى 25 مليار متر مكعب عند زيارة رئيس الحكومة الإيطالي سابقا إلى الجزائر. منذ أشهر تم توقيع اتفاقية بزيادة 9 مليار متر مكعب لتصبح في الأخير 30 مليار متر مكعب. هنا ماجد نتحدث اليوم على أنه حسب مصادرنا سوف يتم الاتفاق على إعادة إحياء مشروع الأنبوب الذي يربط ما بين الجزائر عن طريق منطقة عناب الساحلية هنا نحو إيطاليا مباشرة، يعني عبر البحر الأبيض المتوسط بطول قد لا يصل إلى 300 كيلو متر. هذا الأنبوب الذي ربما سيكون المورد الثاني لإيطاليا لتزيد من طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 30 مليار متر مكعب. لا ننسى أن الأنبوب الذي يربط ما بين الجزائر نحو تونس إلى إيطاليا قد وصل إلى طاقة استيعابه المشبعة هي 30 مليار متر مكعب. فالآن البديل يجب أن يكون الأنبوب الجديد الذي كان المشروع فيه قد انطلق منذ سنوات، ولكنه توقف بسبب أن الغاز وقتها لم يكن على كثرة الطلب، وأيضا في ارتفاع الأسعار. اليوم بكثرة الطلب يعاد إحياء المشروع حسب مصادرنا ماجد، وهو الأنبوب الرابط ما بين الجزائر وإيطاليا مباشرة، والذي أخيرا ماجد قد تصل طاقة استيعابه إلى من 10 إلى 11 مليار متر مكعب. من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي، شكرا لك ناهد.